انا كمان جدا. حضرتك بتقدمي حاجه مختلفه وجديده من نوعها وموفره للناس اللي عايزه تتجوز وبشكل شيك، صح كده؟ مظبوط. اشرحي لنا اكتر بقى. طيب، هي الفكره اسمها ماني ويدنج. يعني ايه ماني ويدنج؟ يعني كل الـ البروسيجرز بتاعت الفرح احنا بنعملها، بس بنحاول نقلل في الكوست بتاعها عشان تطلع بشكل بريزنتبل او يعني مشرف، وفي نفس الوقت بكوست قليل. عملناه شويه شبه الستايل بتاع كاتب الكتاب او السيت اب بتاع كاتب الكتاب، اللي هي الكراسي السينما ستايل، واخدنا من الفرح الكوشه وشويه في الديكوريشن، واخدنا من الفرح الدي جي والبلاي ليست اللي بيعملوها العروسه والعريس، اخدنا الزفه واخدنا الفوتوغرافي واخدنا الفيديو، وعملنا ميني بيفيه في حاجات بسيطه يعني بتتقدم للجست، از انه احنا بنفضل 3 ساعات، يعني الايفنت بيبقى تقريبا 3 ساعات، فيعني ذوقيا لازم نقدم للضيف حاجه بسيطه يعني، و وفي نفس الوقت تبقى بريزنتبل. بنقدمها يعني في شكل اوبن بيفيه، و مع طبعا الميه والعصير او البيبسي او حاجه يعني شبه كل كده، حاجة معمولة زي الفرح الغالي جدا بس بس بشكل مقتدر.